رغم الدعوات للتهدئة، استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وقطاع غزة بعد تجدد الغارات وإطلاق الصواريخ. مؤتمر باليرمو يواصل أعماله لحل الأزمة الليبية وسط أنباء غير مؤكدة عن لقاء جمع السراج وحفتر. أردوغان يصف التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي بالمروعة، وبولتون يؤكد أنه لم يسمعها ويقول إن من استمعوا لها ينفون علاقة ولي العهد السعودي بالأمر. الحرة الآن من واشنطن، أهلا بكم. ونبدأ النشرة بتطورات التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فلسطينيين قتلا اليوم وجرح اثنان آخران في تجدد للغارات الإسرائيلية على القطاع. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان شرقي مدينة غزة، وأن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 6 خلال 24 ساعة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلة تابعة له شنت غارة استهدفت مسلحا كان ضمن مجموعة تطلق القذائف باتجاه إسرائيل. من جهته أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع الوضع في قطاع غزة والمستجدات الأمنية هناك عن كثب. وفي بيان دعا غوتيريش كل الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرا إلى أن ممثله الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يعمل بتنسيق وثيق مع مصر وكل الأطراف المعنيين لإعادة الهدوء. معنا مشاهدينا من غزة مراسلة الحرة وسام ياسين. وسام، مرحبا بك، ضعينا بصورة آخر التطورات الميدانية الأمنية في قطاع غزة. نعم، حاليا نشهد حالة من الهدوء الميداني في قطاع غزة، منذ ساعة تقريبا لم تسمع أصوات انفجارات سواء تلك الناتجة عن إطلاق الصواريخ الفلسطينية والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية، وأيضا تلك الانفجارات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية. هناك حالة من الهدوء على ما يبدو أنه متفق عليها، لأن هناك أنباء تحدثت عن أن مصر تواصلت مع حركة الجهاد وحركة حماس وطلبت منهم ضبط النفس، على ما يبدو أن هناك التزام نوعا ما. الفصائل الفلسطينية المسلحة قالت إنها الآن ستراقب سلوك إسرائيل في قطاع غزة، فإذا ما استمر هذا الهدوء من طرف إسرائيل ستلتزم به أيضا الفصائل الفلسطينية، وهذا مؤشر جيد ومدخل جيد لمتابعة الجهود الأممية والدولية والعربية لتثبيت التهدئة من جديد في قطاع غزة. إذن الأوضاع حتى الآن، بعد أن كانت هناك غارات صباحية استهدفت منزلا في رفح وأيضا أكاديمية تعليمية هنا في قطاع غزة، الأمور حتى الآن هادئة نوعا ما، لكن الطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع ما زالت تحوم في سماء قطاع غزة بكثافة حتى هذه اللحظة. وسام، بالنسبة لعدد الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة، هل ارتفعت الحصيلة عما أذعناه قبل قليل بأن هناك اثنان سقطوا وهناك أيضا اثنان جرحى؟ لا، لم ترتفع الحصيلة، هي الحصيلة النهائية حسب وزارة الصحة 6 قتلى فلسطينيين وما يقارب 21 إصابة حتى هذه اللحظة. لم تقع عدد من الضحايا في الغارات القوية التي جرت بالأمس، هذه فقط اليوم كان هناك صاروخ من طائرة استطلاع استهدف مجموعة من المزارعين وقتل فلسطيني، وكان هو الفلسطيني السادس الذي انضم
إلى مجموعة القتلى الذين سقطوا منذ الأمس. إذن الحصيلة حتى الآن كما هي 6 قتلى فلسطينيين وما يقارب 21 إصابة. وسام، بالنسبة لضبط النفس الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهناك أنباء عن وساطة ربما مصرية، هل صدر بيان رسمي من الجهات والفصائل المسلحة داخل قطاع غزة تقول به بشكل واضح وعلني أنها ستلتزم ضبط النفس ما دامت إسرائيل لا تشن غارات على القطاع الآن؟ نعم بالفعل، الغرفة المشتركة للفصائل المسلحة وسرايا القدس أيضا الجناح العسكري لحركة الجهاد قالوا بأنهم سيراقبوا سلوك إسرائيل في هذه الأوقات، وإذا استمر هذا الهدوء ستستمر هي أيضا بهذا الهدوء الميداني الذي يعني قامت به الفصائل ولم تطلق الصواريخ خلال أكثر من ساعة حتى الآن. هذا التزام من قبل الفصائل الفلسطينية، وكما ذكرت يبدو أنه مراعاة للاتصالات المصرية التي جرت مع حركة حماس والجهاد. هناك أيضا أنباء تتحدث عن أن وفد أمني مصري سيصل غدا إلى إسرائيل ومن ثم إلى قطاع غزة لبحث التهدئة من جديد، وإضافة إلى وفد أممي أيضا سيزور إسرائيل وربما يأتي إلى غزة. إذن الجهود ما تزال مستمرة، وأكدت الفصائل الفلسطينية بأن الاتصالات لم تنقطع لحظة واحدة مع الوسطاء. وسام ياسين مراسلة الحرة من غزة، ابقي معي، أنتقل الآن إلى عسقلان جنوبي إسرائيل عبر سكايب معنا مراسل الحرة يحيى قاسم. يحيى مرحبا بك، كيف يبدو الوضع هناك في البلدات الإسرائيلية حيث أنت؟ بالفعل نحن نتواجد هنا في مدينة عسقلان التي تعرضت لعدد من القذائف التي أطلقت بالأمس. هنا إحدى هذه القذائف جاءت في إصابة مباشرة في هذا المنزل مما أدى إلى مقتل أحد السكان الذين كانوا هنا، ولكن من المفارقات أن هذه الضحية هو فلسطيني من سكان الخليل الذي جاء للعمل هنا في إسرائيل في مدينة عسقلان تحديدا، والصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة أصاب منزله مما أدى إلى مقتله وإلى إصابة من كان برفقته. المدينة هنا بالفعل تعرضت بالأمس لعدد من الرشقات الصاروخية، خاصة أنه أطلق حوالي 400 قذيفة صاروخية خلال أقل من 24 ساعة، 100 قذيفة وصاروخ تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية، وباقي الصواريخ سقطت في أراض خلاء دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات أو أضرار. لكن بالمجمل نحن نتحدث عن عشرات المصابين الإسرائيليين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، بعض هذه الحالات وصفت ببالغة الخطورة مما أدى إلى إسماع العديد من المطالبات، خاصة خلال تواجدي هنا في عسقلان إسماع العديد من المطالبات من قبل الجمهور للحكومة بأن تتخذ خطوة أكثر صرامة. البعض تحدث إما عن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وإنهاء هذه الحالة التي يعيشها سكان التجمعات السكنية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، والبعض الآخر دعا بصورة واضحة من أجل القيام بعملية عسكرية من أجل الحد مما يجري هنا. في هذا السياق أيضا يمكننا أن نشير بأن الجيش الإسرائيلي قام بتكثيف تواجده في هذه المنطقة، وتم استدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط، خاصة الجنود الذين يقومون بتفعيل منظومة القبة الحديدية المنصوبة هنا وفي مناطق متاخمة للتجمعات السكنية الإسرائيلية المحاذية. يحيى، لكن الغارات الإسرائيلية خفت وتيرتها خلال الساعات الأخيرة، هل هناك بشكل واضح تدخل وساطة مصرية مثل ما أشارت مراسلتنا من غزة حديث عن وساطة مصرية ربما لتهدئة الأوضاع بين الطرفين؟ بالفعل الغارات خفت وكذلك صفارات الإنذار خفت هنا في إسرائيل، أي أن إطلاق القذائف في الساعة الأخيرة خفت، ولكن في هذه الفترة المحدودة لا يمكننا أن نفهم إلى أين وجهتنا، لأنه هذه فترة زمنية قصيرة. في خلال 24 ساعة الماضية كان هناك ساعتان من الهدوء وبعد ذلك كان تجدد للقصف. من ناحية الوسيط المصري أو الوسيط الأممي فالطرف الإسرائيلي يرفض التعقيب على ذلك ويعتبر أنه هو يواصل في طريقه وفي نهجه، وحتى أن بعض المصادر الحكومية قالت إنه منذ الليلة الماضية
حتى هذه الرسالة الإخبارية لم يكن هنالك أي اتصال مع الجانب المصري ومع الوسيط الأممي، لكن يمكن اعتبار ذلك هو موجه للرأي العام الإسرائيلي، لأن هنالك حالة من الامتعاض في إسرائيل بسبب ما وصف أنه في السابق كانت هنالك محاولة للتهدئة ولكن لم تنجح. نقطة أخيرة أريد الإشارة إليها، وهي انعقاد الكابينت في هذه الأثناء بهيئته الموسعة في مقر قيادة الأركان في تل أبيب. وقبل انعقاد هذا الكابينت قال أحد الوزراء بأن وجهة الحكومة هي إلى التهدئة واحتواء الأزمة إذا ما كان إمكانية لذلك. يحيى قاسم، كنت معي عبر سكايب من عسقلان جنوبي إسرائيل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن نكمل باقي مواضيع النشرة نستعرض الآن موجزا سريعا لأهم الأنباء. وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت يقول إن فرص إجراء محادثات لإنهاء الحرب في اليمن باتت الآن أكثر واقعية، ويشير إلى تأكيد السعوديين استعدادهم لإجلاء 50 جريحا من الحوثيين إلى سلطنة عمان للعلاج. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما تراوحت بين 3 سنوات والأشغال الشاقة المؤبدة بحق 11 متهما في قضية حادثة الكرك الإرهابية التي قتل فيها 14 شخصا قبل عامين. مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتعهد بممارسة أقصى درجات الضغط على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ. نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يقول إن السلع والخدمات الأمريكية تواجه الكثير من العوائق في اليابان في ضوء العقبات التي تواجه صادرات السيارات والمنتجات الزراعية هناك. نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحكومة الإيطالية قولها إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج التقى اليوم في باليرمو بقائد الجيش الوطني في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر. من جهتها نفى مكتب حفتر الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية حول مشاركته بالمؤتمر، مضيفا أنه توجه إلى باليرمو من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية. هذا وتتواصل في مدينة باليرمو الإيطالية فعاليات مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر سبل تحقيق السلام في ليبيا وتنشيط الاقتصاد وتحسين الوضع الأمني في البلاد. مدينة باليرمو الإيطالية فقدت هدوءها المعتاد منذ بضعة أيام مع تكثيف الإجراءات الأمنية وتقييد حركة المرور والراجلين في المنطقة المحيطة بمقر انعقاد مؤتمر ليبيا، مؤتمر كانت الحكومة الإيطالية تعقد عليه آمالا كبيرة ليعيد إليها نفوذها القديم في ليبيا بعد أن رأت التقدم الفرنسي في هذا المجال. أجندة المؤتمر في يومه الأول عكست اهتمامات روما بخصوص ليبيا. نريد أن نسأل بوضوح خلال المؤتمر الوطني، ما نوع الانتخابات التي يريدونها، برلمانية أم رئاسية؟ ما نوع القانون الذي يحتاجونه؟ لأنه ليس هناك قانون. مجلس النواب كان يعقد اجتماعات خلال الصيف لكنها لم تتمخض عن شيء، لم تسفر عن قانون بشأن الاستفتاء أو تشريع، لذا أعتقد أننا نحتاج لتمثيل أوسع. ورشتا عمل نظمتا، أولاهما بحثت سبل تنشيط الاقتصاد الليبي ورفع مستوى إنتاج النفط، والثانية تعرضت للوضع الأمني وكل تبعاته بما فيها الهجرة غير الشرعية التي تؤرق إيطاليا أكثر من أي بلد أوروبي آخر. يعتبر هذين المسارين مسارين مهمين، أضف إلى ذلك حضور العديد من الرؤساء من دول الجوار سيؤدي إلى مسألة تأمين حدود ليبيا ومحاربة الهجرة غير الشرعية، هذه الظاهرة التي تقلق أوروبا كثيرا. لكن ما طغى على المؤتمر هو غياب الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر الذي وصل في نهاية اليوم إلى باليرمو بعد مفاوضات إيطالية عسيرة معه دون أن تتضح بعد طريقة مشاركته في جلسات المؤتمر، وهو الذي يرفض الجلوس مع من يعتبرهم أطرافا ليبية إرهابية ومع من يرى أنها دول مساندة لهم. انتهى اليوم الأول من مؤتمر باليرمو حول ليبيا دون اختراق يذكر كما كان متوقعا لدى كثيرين. كل الأنظار الآن تترقب ما سيحمله اليوم الثاني وما إذا كان سيرفع حظوظ هذا المؤتمر في النجاح. علي وجانا، الحرة، باليرمو.
ومن باليرمو مفاد الحرة علي أوجانا يضعنا في صورة أجواء اليوم الأول لهذا المؤتمر، تفضل علي. اليوم الثاني يمكن القول أنه اختتم وأن أعمال المؤتمر اختتمت. يفترض أن في هذه اللحظات رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي يعقد ندوة صحفية ربما تبدأ في هذه اللحظات، ونحن أيضا في انتظار البيان الختامي الذي قد يصدر في هذه اللحظات أيضا، وأمامي نسخة مسربة مسودة من هذا من هذا البيان الختامي. ربما أهم نقطة فيه هي تأكيد المؤتمرين على دعم الإحاطة التي قدمها غسان سلامة المبعوث الدولي مؤخرا لمجلس الأمن. هناك تأكيد على هذه النقطة، على الخطة الجديدة وليس الخطة الأولى التي تم تبنيها في مؤتمر باريس. وهناك أيضا دعم لمسار القاهرة فيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ولو أن خليفة حفتر اعترض على هذه العبارة وفضل أن تكون ليس توحيد المؤسسة العسكرية وإنما إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، باعتبار أن المؤسسة العسكرية موحدة أصلا حسب رأي المشير خليفة حفتر. هذا أهم ربما ما قد يصدر في البيان الختامي الذي نحن نترقبه. في بخصوص خليفة حفتر، هو بالفعل لم يشارك في المؤتمر وجاء إلى باليرمو، شاهدناه يوم أمس حين وصل ودخل إلى مكان مأدبة العشاء وصافح رئيس الوزراء الإيطالي وبعض المسؤولين الذين كانوا معه، ثم غادر مباشرة. واليوم عقد بعض اللقاءات الثنائية وبعض اللقاءات، ومنها أهم لقاء هو اللقاء الذي جمعه بميدفيديف والرئيس التونسي والرئيس المصري. علي سنتابع معك المزيد في نشرات لاحقة عن أجواء في هذا اليوم الثاني لهذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك مفاد الحرة إلى باليرمو علي أوجانا. نشرتنا مشاهدينا مستمرة، وفيها بعد قليل ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا إلى 42 قتيلا. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مروعة. ونقلت وسائل إعلام تركيا اليوم عن أردوغان قوله إنه يرجح أن يكون قتل خاشقجي مدبرا، وأن الأمر صدر من أعلى مستوى للسلطة السعودية وفق قوله. وكانت تركيا قد أكدت أنها أطلعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية على تسجيلات مقتل خاشقجي. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن من استمعوا إلى تسجيلات مقتل خاشقجي أفادوا أنها لا تتضمن ما يشير إلى علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالحادثة. وفي تصريح له اليوم من سنغافورة حيث يشارك في قمة إقليمية، أضاف بولتون أنه لم يسمع التسجيل بنفسه، مؤكدا في ذات الوقت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة كشف كل الملابسات المتعلقة بالقضية. في الأردن مشاهدينا، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين 3 سنوات والأشغال الشاقة المؤبدة بحق 11 متهما في قضية حادثة الكرك الإرهابية التي قتل فيها 14 شخصا قبل عامين. ونسبت رئاسة المحكمة للمتهمين وأحدهم فار من العدالة تهم حيازة الأسلحة وتصنيع متفجرات للقيام بأعمال إرهابية وتبني أفكار تنظيم داعش الإرهابية وجمع الأموال لتمويل عمليات إرهابية. ونتحول إلى شأن سوريا، حيث تباينت آراء اللاجئين السوريين في الأردن بشأن العودة إلى مدنهم وقراهم في سوريا بعد افتتاح الحدود وعودة الهدوء إلى بعض البلدات السورية. ففي الوقت الذي حزم بعض اللاجئين أمتعتهم وبدأوا رحلة العودة إلى ديارهم، فضل البعض الآخر البقاء خوفا على أبنائهم من التجنيد الإجباري كما يقولون.
هنا في منطقة عمان الشرقية وفي هذا المخبز يعمل أبو ياسر اللاجئ السوري رفقة أبنائه منذ 5 سنوات. تبخرت أحلام أبو ياسر بالعودة إلى بلاده بسبب خوفه على أبنائه الشباب من التجنيد الإلزامي وزجهم في حرب داخلية كما يقول. أنا أرجع مشان أحمي أولادي من الجيش النظام، ومشان كمان ما أرجع مشان أولادي من الجيش يأخذون الجيش. مشان شغلة الاحتياط وما احتياط، العالم بتخاف انه ياخذوها يعتقلوها، ما الشيء هذا. ومنيح لله انا الكبار بالعمر ترجع لبيوتها ترجع الحياة. وبينما يتمسك أبو ياسر وغيره من اللاجئين السوريين بخيار البقاء في الأردن وعدم العودة إلى سوريا خوفاً على أبنائهم من التجنيد الإلزامي، يحمل آخرون أمتعتهم ليشدوا الرحال إلى منازلهم ومدنهم التي هجروها منذ سنوات. فالمئات من اللاجئين السوريين حملوا ما استطاعوا من أثاث منزلي وأدوات كهربائية وملابس ليعبروا من جديد هذه الحدود في طريق العودة بعد رحلة لجوء مضنية عاشوها لسنوات. رحلة العودة الطوعية قد تبدأ باتصال لطمأنة العائلة بقرب موعد اللقاء مجددا بعد استكمال إجراءات العودة الرسمية. تبعت السيارة مشان نحمل الأساس منزل. يلا عم بستناك على كل حال ان شاء الله عم بستناك. والله يا ابن الحلال مو عاطين فرحته لحدا، خاصه ان اهل وان اقارب هنيك وان اولاد وبنات، والحمد لله والله مو عم يستنونا هلا على الحدود السوريه كل العيله. ورغم الجهود السورية والروسية المبذولة لإقناع اللاجئين بالعودة إلى مدنهم، يبقى التحدي الأكبر هو انهيار البنية التحتية والمنازل في العديد من القرى والمحافظات السورية بسبب الحرب. حيدر العبدلي، الحرة، من الحدود الأردنية السورية. منح مجلس النواب التونسي الثقة للتعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحظي التعديل بدعم كل من حركة النهضة الإسلامية وكتلة الائتلاف الوطني وحزب مشروع تونس في مقابل معارضة كل من حزب نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي. بدعم أكبر الكتل البرلمانية، نجح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تخطي اختبار عرض تعديله الوزاري على الثقة. كتلة حركة النهضة التي تعد 68 نائبا كانت في مقدمة الداعمين للفريق الحكومي الجديد بقيادة الشاهد. الأولويات الوطنية وضغط الزمن يقتضي بأن ندعم هذه الحكومة لدعم الاستقرار وللتوجه إلى الحلول العاجلة، وننتظر فيما بعد 2019. نواب حزب نداء تونس المعارضون للتعديل الوزاري قاطعوا جلسة المصدقة في محاولة للتأثير على نتائج التصويت، وقد أعلنت قيادة الحزب انضمامها رسميا إلى صف المعارضة لحكومة تصفها بحكومة حركة النهضة. تحوير وزاري يعطي لحركة النهضة 10 حقائب، وكأنها اليوم رجعنا لفترة الترويكا ونفس حكومة علي العريض اللي كانوا فيها 10 أعضاء حكومة من حركة النهضة. إذن هذا الكل حسيناه عملية انقلاب، انقلاب على الشرعية. موقف حزب نداء تونس تماها مع مواقف جل قوى المعارضة الراديكالية التي اعتبرت التعديل الوزاري الأخير محاولة لإعادة الانتشار من قبل نظام وصفته بالفاشل حسب تعبيرها. نحن في الجبهة الشعبية طبعا التحوير هذا المسار كله احنا ضده، لأنه نعتقد أنه الأزمة السياسية هي أزمة أساسا اقتصادية واجتماعية وأزمة خيارات مربوطة بطبيعة نظام الحكم وبخيارات التحالف الحكم. اليوم التحوير هذا هو تحوير سياسي كما سمعتوا رئيس الحكومة قال، هو تحوير سياسي أهمل فيه البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد التربوي والبعد الصحي. من جانبه لم يفوت رئيس الحكومة يوسف الشاهد الفرصة خلال خطابه أمام البرلمان لانتقاد حزب نداء تونس الذي اتهمه تلميحا بعرقلة عمل الحكومة واستعدائها منذ توليه رئاستها. التونس كل يعرفوا أنه خلال السنتين اللي فاتوا الحكومة خدمت تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيها أقوى من نيران المعارضة، وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية الغير صحية في الأنظمة الديمقراطية، وهذا ما عادش نجم يتواصل. هذاك علاش قررت القيام بالتحويل الوزاري في التوقيت هذا. كسب الشاهد معركة التعديل الوزاري في انتظار ما ستنتهي عليه الحرب بينه وبين قيادة حزبه القديم وفي مقدمتهم مؤسسه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي.
دون مفاجآت حظي التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بثقة غالبية الكتل البرلمانية، ثقة قد لا تنهي الأزمة السياسية يقول مراقبون، رغم حسم هذه المعركة لصالح الشاهد ولو مؤقتا. توفيق العياشي، الحرة، تونس. ونختم هذه النشرة مشاهدينا من الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا مقتل 42 شخصا في الحرائق المندلعة منذ عدة أيام. وتلقى عشرات الآلاف من السكان الأوامر بإخلاء منازلهم والتوجه بعيدا عن الحرائق، وسط توقعات بأن تستغرق عملية السيطرة الكاملة على الحرائق نحو 3 أسابيع. دقائق قليلة هي كل ما توفر من وقت لهذه العائلة في مدينة كالاباسس لحمل ما خف وزنه استجابة لأوامر الإخلاء التي فرضتها السلطات على المدينة بسبب الحرائق. الحرائق بدأت يوم الجمعة، حيث طلبوا منا الرحيل في اليوم التالي، سمحوا لنا بالعودة بعد إظهار وثائقنا الرسمية التي تثبت كوننا سكان المنطقة. في ظهيرة اليوم الثاني رفضت السلطات عودة من رحل، وقبل قليل وصلتنا رسالة تطالبنا بالإخلاء الفوري والإجباري للمدينة. الحرائق التي زادتها الرياح القوية انتشارا تعد الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا. عدد الضحايا المرتفع ذكر الأمريكيين بحرائق العام 1933 التي خلفت وراءها 29 ضحية ودمارا واسعا. آلاف المباني تحولت إلى أثر بعد عين، من بينها هذا المنزل المطل على تلال مدينة مالبو الشهيرة. انتقلت برفقة زوجتي إلى المنطقة، وبعدها بشهر شهدنا حريقا كبيرا دمر أكثر من 50 منزلا. استغرق الأمر عدة سنوات لبناء المنازل وعودة المواطنين. الأمر محزن وقد مرت أيام، لذلك أنا لا أبكي، لكن عندما اتصلت بصديقي وأخبرته باحتراق منزله كان هذا أمرا صعبا. إلى جانب الخسائر البشرية والمادية، حاصرت الحرائق الثروة الحيوانية في المنطقة، خسائر حاول أمريكيون تقليصها بمبادرات فردية لإنقاذ بعض الحيوانات المهددة. تلقينا اتصالا يوم أمس طلب بالحاجة إلى مركبة نقل حيوانات، المزارع والمواشي. لدينا مزرعة في مقاطعة أورنج كاونتي يوجد فيها مساحة كبيرة، لذلك عرضنا خدماتنا الطوعية للقدوم إلى هنا ونقل الحيوانات إلى المزرعة وإبعادهم عن الخطر. السلطات المحلية ورجال الإنقاذ الذين انهكتهم سرعة انتشار الحرائق أكدوا أن السيطرة عليها تستغرق نحو 3 أسابيع، ووصفوا الظروف الطبيعية التي ساهمت في انتشار الحرائق من جفاف ورياح بأنها وصفة للدمار. مع استمرار هذه الحرائق أجلت السلطات هنا السكان من كثير من المناطق، كما عطلت العمل في مدارس وجامعات مختلفة حتى إشعار آخر. يأتي ذلك وسط تحذيرات من تزايد حجم الخسائر المادية والبشرية. من كالاباسس قرب لوس أنجلوس، ستيفن نبيل، قناة الحرة. الآن مباشرة إلى التذكير بأبرز العناوين. رغم دعوات للتهدئة، استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وقطاع غزة بعد تجدد الغارة وإطلاق الصواريخ. مؤتمر باليرمو يواصل أعماله لحل الأزمة الليبية وسط أنباء غير مؤكدة عن لقاء جمع السراج وحفتر. أردوغان يصف التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي بالمروعة، وبولتون يؤكد أنه لم يسمعها ويقول إن من سمعوها ينفون علاقة ولي العهد السعودي بالأمر. هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها عبر موقعنا على الإنترنت، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. إلى اللقاء.